بيبدأ المسلسل بدوايت وهو موجود في الزنزانة بتاعته في آخر يوم ليه بعد 25 سنة سجن، وكان نايم على السرير وبيفتكر الأيام الصعبة اللي عاشها في السجن، وعلشان يقدر يحافظ على عقله طول المدة دي كان بيتمرن وبيقرأ كتب كتير علشان لما يخرج من السجن يقدر يسيطر على المدينة اللي سابها طول فترة عقوبته، بعد ما كان أكبر زعيم عصابة في البلد لدرجة إنهم كانوا بيطلقوا عليه اسم الجنرال. وبيخرج دوايت من السجن بيركب العربية اللي كانت في انتظاره وبيشوف المدينة اللي اتغيرت طول الطريق والشوارع والأماكن اللي اختلفت كتير عما كان عارفها قبل 25 سنة، وبيحس أخيرا إنه بقى حر وهيرجع لمملكته من تاني. ومع الوقت بيوصل للقصر بتاع صديقه بيت اللي يعتبر بقى رئيس العصابة لما دوايت دخل السجن، وأول ما بيدخل المكتب بيلاقي كل أفراد العصابة في انتظاره وبيرحبوا بيه كلهم وهم فرحانين برجوعه من تاني، وبيسلم عليه تشيكي ابن بيت وفينس صديق تشيكي وبيطلبوا منه يرتاح. لكن ساعتها دوايت بيلاحظ ان مايك وماريو واقفين وراه وبيحس بالغدر وبيتعصب عليهم وبيعرفهم انه مش هيبقى مرتاح الا لما كلهم يبقوا قدامه، وبيضطروا يسمعوا كلامه وبيعتذر له صديقه بيت وبيطلب منه يقعد قدامه. وبيبدا تشيكي يتكلم معاه وبيستغرب دوايت وبيسال بيت هو ليه تشيكي بيتكلم معاه رغم انه مش رئيس العصابه، وهنا اكتشف ان كل حاجه اتغيرت في غيابه وان تشيكي بقى يعتبر هو اللي مسيطر على العصابه بعد ما ابوه كبر في السن. وبيتكلم معاه تشيكي وبيعرفه ان العصابة بتاعتهم لسه مسيطرة على مدينة نيويورك كلها ومش هيقدر يساعدهم في حاجة وملوش مكان معاهم في المدينة. واتصدم دوايت من كلامه واتصدم اكتر لما تشيكي قاله انهم عاوزينه يسافر لمدينة تولسا في ولاية اوكلاهوما علشان يسيطر عليها ويبقى الملك على كل العصابات هناك، وهيبعتوله 5000 دولار كل اسبوع لحد ما يسيطر على المدينة، وساعتها هو اللي هيبعت لهم نسبتهم من الشراكة معاهم. واتضايق دوايت جدا من كلامه وفهم انهم عاوزين يخلصوا منه، واتكلم مع صديقه بيت وعرفه انه دخل السجن في جريمة قتل بسبب ابنه تشيكي ورفض يعترف عليهم لمدة 25 سنة رغم ان مراته انفصلت عنه من 20 سنة وبنته تينا رفضت تتكلم معاه من 18 سنة وبقت بتكرهه وما يعرفش عنها اي حاجة، لكن هو نفذ وعده ليهم وكان متوقع مقابل سكوته طول الفترة دي انه هيطلع من السجن وهيلاقي التعويض المناسب على السنين اللي ضاعت من حياته، لكن هم دلوقتي عاوزين ينفوا برا المدينة اللي هو ساعدهم زمان في السيطرة عليها، وكمان بيطلبوا منه يروح لوحده المدينة جديدة ويبدأ فيها من الصفر بعد كل اللي حصل معاه وكل اللي عمله علشانهم. وساعتها بيقاطع فينس كلامه وتعصب عليه وفهمه انه هو ده الحل الوحيد ومش هيقدر يعترض على قرارهم، واتضايق دوايت من كلامه وضربه لكمة قوية بعنف، وبيقع فينس على الارض وبيفقد الوعي في ساعتها، وبيتصدموا كلهم من الموقف وبيتكلم دوايت مع تشيكي وبيطلب منه يفهم رجالته ازاي يتكلموا باحترام مع الشخص اللي انت بتعتبره عمك، ولما بيفهم ان فعلا ما عندوش حل تاني وانه هيضطر يدخل في حرب معاهم لو رفض يسمع كلامهم بيضطر يوافق على قرارهم وعرفهم انه هيروح للمدينة لوحده لكن قريب قوي هيبقى الملك عليها. وخرج من المكتب وهو متضايق وقرر يروح لمدينة تولسا ويبدأ في السيطرة عليها. ومع الوقت بيوصل للمدينة واول ما بيخرج من المطار بيركب التاكسي وبيطلب من السواق يوصله لأقرب فندق، وفي الطريق بيتكلم معاه وبيعرف ان اسمه تايسون وبيسأله عن كل حاجة بيشوفها في المدينة، وبيبدأ تايسون يعرفه المدينة وكل حاجة فيها لحد ما بيوصلوا الماركت في وسط الصحراء، وساعتها دوايت بيطلب منه يقف بالعربية وبيسأله عن المكان ومين العصابة اللي مسيطرة في المدينة. واستغرب تايسون من كلامه وفهمه ان العصابات اللي في المدينة قليلة وبتشتغل في المخدرات والسرقة ومش بيسيطروا على مناطق معينة فيها ومفيش حد منهم مشهور، وبيفرح دوايت من كلامه علشان بالطريقة دي مهمته هتبقى أسهل. وبيعرف من تايسون ان الماركت بيبيع المخدرات وبيديله فلوس وبيطلب منه يستناه لحد ما يخرج من الماركت، واول ما بيدخل بيتكلم معاه الحارس وبيسأله لو كان هيعمل مشكلة، لكن دوايت بيعرفه انه غريب عن المدينة ومش هيعمل اي مشاكل، وبيتكلم معاه الشخص اللي واقف على البار وبيسأله عن طلبه، لكن بيتفاجئ بدوايت وهو بيسأله عن رئيس المكان، وبيتوتر الشاب جدا من طريقته وبيعرفه ان رئيس المكان اسمه بودي وموجود في المكتب بتاعه. ولما دوايت بيطلب من الحارس ينادي على بودي بيصوب الصاعق على دوايت وبيطلب منه يخرج من المكان والا هيكهربه، وساعتها دوايت خرج من المكان وخد المج الجديد بتاع تايسون ودخل الماركت تاني وضرب الحارس بالمج في راسه ووقع على الارض وفقد الوعي. وبيخرج ساعتها بودي علشان يفهم ايه اللي بيحصل وبيتصدم لما بيشوف دوايت قدامه وبيخاف منه جدا وبيفتكر انه جاي علشان يسرقهم، وبيتفاجئوا كلهم لما دوايت بيطلب من بودي يوريه السجلات والدفاتر والحسابات بتاعت المكان، وافتكروا انه تبع الشرطة، لكن دوايت عرفهم انه مش من الشرطة ودخل مع بودي المكتب وشاف كل الحسابات على اللابتوب وعرف انه بيكسب مبالغ ضخمة من تجارة المخدرات. ولما سألوا عن المكان اللي بيشيل فيه الفلوس بتاعته حاول بودي يخدعه وفهمه انه بيشيلها في البنك،
لكن دوايت عرفه ان كلامه ده مستحيل، لانه لو حط الفلوس دي كلها في البنك المباحث الفيدرالية هتصادر كل فلوسه وهتبقى مشكلة بالنسبة له. وخمن انه بيشيلها في خزنة في المكتب، وهدده انه هيكسر رجله دلوقتي حالا لو رفض يقول على مكان الفلوس. وفعلا طلع تخمينه صح، واكتشف ان بودي معاه $500,000 في الخزنة، وقرر يعمل معاه اتفاق، ووعده انه هيحميه من رجال العصابات والشرطة، وهتبقى فلوسه دايما في امان مقابل 20% من الارباح بتاعته هياخدها منه كل اسبوع. وخد من الخزنة $100,000 بس، وسأل بودي لو كان موافق على الصفقة. وساعتها بودي استغرب انه مش هيسرق كل الفلوس بتاعته، وحاول يعرف منه لو كان عنده اختيار يوافق ولا لا. ولما دوايت فهمه انه ما عندوش اختيار، اتفقوا الاتنين على الصفقة. وبيخرج دوايت من الماركت وبيتكلم مع تايسون وبيديله فلوس كتير، وبيطلب منه يشتري عربية جديدة لونها اسود، وعرفه انه هيشتغل معاه من النهاردة مقابل $2,000 في الاسبوع. وساعتها فرح تايسون ورحب جدا بالشغل معاه. وبيوصل دوايت بعدها للفندق وبيسيب الشنطة بتاعته وبيروح لأقرب حانة، وبيدخل المكان بكل ثقة وبيتكلم مع الناس الموجودة وبيعزمهم على مشروب وبيبدأ يكون صداقات جديدة. وتاني يوم بيتفاجئ بتايسون وهو داخل عليه بعربية قديمة، وبيفهمه انه حاول يشتري العربية اللي هو كان عاوزها، لكن صاحب المعرض لما شاف الفلوس اتكلم معاه بطريقة وحشة وافتكر انه تاجر مخدرات. وساعتها دوايت بيروح معاه للمعرض بتاع العربيات، وبيدخل لمكتب المدير وهو متضايق، وبيتكلم معاه المدير بكل احترام، وبيستغرب دوايت وبيفهم انه بيتعامل مع الناس على اساس المظهر، وبيضربه بعنف وبيعرفه انه هياخد عربية من المعرض وبخصم عالي كمان. وبيخاف منه المدير جدا وبيضطر يوافق على كلامه. وبيرجع دوايت بعدها للحانة وبيدور حوار بينه وبين ميتش صاحب الحانة، وبيعرف ان ميتش اتسجن قبل كده 5 سنين، وعرفوا ان هو كمان كان في السجن لكن لمدة 25 سنة، وقرروا يبقوا اصدقاء. وساعتها بتيجي بنت وبتتكلم مع دوايت، لكن بيتكلم معاها بطريقة وحشة، وبتمشي البنت وهي متضايقة منه. وبتيجي بعدها بنت تانية وبتسأله ليه اتكلم مع صاحبتها بطريقة وحشة، لكن المرة دي دوايت اتكلم معاها بطريقة كويسة لانه كان معجب بيها. ولما عزمته على الحفلة اللي هم عاملينها فهمها انه بيحب الحفلات اللي بتبقى من نوع خاص، وخدهم معاه الكازينو في مكان غالي وعزمهم على الحفلة وفرحوا كلهم بالمكان. واتكلمت معاه ستيسي وعرفته انها معجبة بيه، وروحت معاه للفندق اللي عايش فيه. وتاني يوم بتتكلم معاه ستيسي وبتحكي له عن نفسها، وبتعرفه انها مطلقة بقالها فترة وعايشة لوحدها في المدينة. وفي وسط كلامهم مع بعض افتكرت انها اتأخرت على الشغل واعتذرت منه وسابته ومشيت. ولما بتوصل للشغل بنكتشف انها بتشتغل شرطية في قسم تراخيص الاسلحة، وبتتصدم لما المدير بتاعها بيتكلم عن دوايت وبيعرفهم انه مسجون سابق وكان عضو في اكبر العصابات في نيويورك، واتفاجئوا بوجوده في مدينة تولسا ولازم يكون تحت المراقبة علشان يعرفوا سبب وجوده في المدينة. وبعد الاجتماع بتتكلم مع زميلتها في التليفون وبتعرف منها كل حاجة عن دوايت، يمكن تفهم هو فعلا كان راجل عصابات سابق ولا لسه بيشتغل مع العصابات. وبعد اسبوع بيروح دوايت للمحل بتاع بودي علشان ياخد نسبته في الفلوس زي ما اتفقوا، وبيتضايق بودي جدا وبيفهمه ان مفيش اي عصابات بتحاول تهجم عليهم علشان يبقى عاوز حمايته. لكن دوايت بيعرفه انه عنده خطط لشغلهم في المخدرات هتخليهم يكسبوا فلوس اكتر من اللي هو بيكسبها، بس ساعتها هيحتاج للحمايه وهو هيوفرها له. وبيفتح الخزنه وبياخد منها نسبه من الفلوس وبيسيبه وبيمشي. ولما بيرجع البيت بيتجيله ستيسي وبيفرح جدا لما بيشوفها تاني، لكن بيتفاجئ بيها وهي بتقوله انها لما شافته اول مرة كان لازم تقوله انها بتشتغل شرطية في قسم تراخيص الاسلحة، لكن هي برضو ما كانتش تعرف انه راجل عصابات. وفهمته ان المباحث الفيدرالية بيتابعوا الملف بتاعه علشان يعرفوا هو ليه موجود في مدينة تولسا. واتصدم دوايت من كلامها وعرفها انه موجود في مدينة تولسا لان مفيش اي حد يعرفه في نيويورك، وحتى بنته بقالها 18 سنة مش بتتكلم معاه لانه ما كانش عاوزها تيجي تزوره في السجن وتشوفه هو في الظروف دي. واتأثرت ستيسي بكلامه وفهمته انها مش هتقدر تساعده لو عمل اي مشكلة، وعرفها دوايت انه ما كانش متوقع مساعدتها. وتاني يوم بيروح دوايت مع بودي وتايسون للمزرعة بتاعت جيمي تاجر المخدرات اللي كان بودي بيشتري منه دايما، واول ما بيوصلوا للمزرعة بيتكلم معهم باولو ابن عم جيمي بطريقة وحشة، وكانت هتحصل مشكلة بينه وبين دوايت، لكن ساعتها بيجي جيمي بسرعة وبيقدر يسيطر على الموقف وبيقعدوا كلهم مع بعض. وبيتكلم جيمي مع دوايت وبيفهمه انه مش هيقدر ينزل لهم في السعر، لكن دوايت بيفهمه انهم هياخدوا منه المخدرات بكميات اكبر بكتير من اللي كان بودي بياخدها منه، وقدر يقنعه بالسعر المناسب واتفقوا الاتنين على الصفقة. وبيرجع دوايت بعدها للفندق وبعد تفكير كتير بيقرر يتصل ببنته تينا، وبيرد على التليفون جوزها إيموري، وبيتصدم لما دوايت بيقول له انه ابوها لان جوزها عمره ما شافه قبل كده، واعتذر له وفهمه ان تينا مش عاوزه تتكلم معاه. وساعتها دوايت طلب منه يقول لها انه بس عايز يسمع صوتها، ووافقت تينا على طلبه وردت على دوايت وفهمته انه كده سمع صوتها وطلبت منه ما يتكلمش معها ثاني، وقفلت المكالمه.
وفي نفس الوقت ده كانت ستيسي مع بقية الفريق بتاعها وموجودين عند بيت جون اللي كان بيشتغل مع أكبر عصابة في مدينة تولسا، لأن في بلاغات كتير اتقدمت ضده بعكس رئيس العصابة بتاعته اللي مفيش أي بلاغ اتقدم ضده لأن كل الناس كانت بتخاف منه. وبيحاول رجال الشرطة أنهم يقنعوه يسلم نفسه، لكن بيجي كيل رئيس العصابة وبيتكلم معاه من بعيد قدامهم وبيعرفه أن مفيش عنده حل تاني. وساعتها جون حسم أمره وسمح للكلاب بتاعته تخرج من البيت، وبعدها فجر البيت كله وهو فيه ومات منتحر قدام كل رجال الشرطة. وبيكون دوايت ساعتها في المطعم وبيتفاجئ لما بيشوف حصان ماشي في الشارع، وبتعرفه نادلة ان الحصان ده عجوز وموجود في المدينة من زمان ومش بيحب الحياة البرية وبيمشي دايما وسط الناس ونادر لو حد قدر يسيطر عليه. وبيستغرب دوايت من كلامها وبيروح بعدها مع تايسون علشان يتعلم السواقة علشان يقدر يطلع رخصة بسبب الفترة الطويلة اللي قضاها في السجن. ومع الوقت بيوصلوا للمكان بتاع بودي، وهناك بيعرفوا انه عامل حفلة فيها ناس كتير وكلهم بيشربوا المخدرات. وبيتكلم دوايت مع بودي وبيعرف منه ان في نوع جديد من المخدرات بيتنقل عن طريق الاسطوانات زي الغاز وبيبقى موجود في البالونات وبيكسبوا منها فلوس كتير جدا. وبيمشي من عنده وبيروح لصديقه ميتش في الحانة وبيعرض عليه موضوع المخدرات اللي قاله عليها بودي وانهم يبيعوها في الحانة بتاعته ويكسبوا هما كمان فلوس اكتر. وبيوافق ميتش على كلامه وبيتفقوا على كده. وبيخرج دوايت من المكان وبيركب العربية مع تايسون علشان يكمل رحلته في تعليم القيادة. وبيكون ساعتها في شخص بيراقبه من بعيد ومتوتر جدا وكأنه شاف كابوس. ومع الوقت بيوصل دوايت لمركز شرطة المرور وبيركب معاه الشخص اللي هيشرف على اختبار القيادة وبيعرفه ان اسمه بول. وبيبدأ دوايت يتحرك بالعربية وبيسمع كلام بول وبيمشي في الطريق بالسرعة المطلوبة. وأول ما بيوصلوا للإشارة بيقف دوايت بالعربية، وساعتها بيتفاجئوا بشخص ملسم بيحاول يصوب عليهم المسدس، لكن دوايت بينقذ بول وبيطرد الشخص ده بأقصى سرعة. وبتستمر المطاردة لوقت طويل وبيكون بول مرعوب وخايف جدا من اللي بيحصل وبيطلب من دوايت يوصله للمستشفى لأنه مصاب، لكن دوايت بيأمره يبطل كلام وبيكمل في المطاردة ورا الشخص اللي كان عاوز يقتله، لكن الشخص بيهرب منهم ومش بيقدروا يوصلوا له. وساعتها دوايت بيكتب أرقام العربية بالدم بتاع بول على أزاز العربية، وبتوصل الشرطة وبياخدوا دوايت معاهم لمركز الشرطة وبيبدأوا يحققوا معاه. وفي نفس الوقت بنشوف الشخص اللي كان عاوز يقتل دوايت وهو بيحرق العربية علشان يمسح البصمات ومفيش حد يعرف إن هو اللي ورا الموضوع، وبنكتشف إنه نفس الشخص اللي كان بيراقب دوايت. ومع الوقت بتوصل ستيسي لمكتب التحقيق وبتأمر الشرطية إنها تسمح لدوايت يمشي لأنه مش مطلوب تحت أي تحقيق. وبتخرج معاه وبيروحوا مع بعض المطعم وبيتكلموا مع بعض، وبيستغرب دوايت من تصرفاتها وبيفكرها بكلامها آخر مرة لما قالت له إنها مش هتقدر تساعده، لكن ستيسي فهمته إنها قررت تساعده لأنهم بيشبهوا البعض علشان الاتنين دايما شغلهم بيبقى متحوط بالخطر. وابتدت تحكي له عن نفسها وتكلم دوايت عن نفسه هو كمان، وبقوا معجبين ببعض جدا. ولما دوايت بيعرف مكان العربية اللي كان بيطاردها بيروح هناك مع تايسون وبيلاقوا في العربية حاجات وأدلة بيعرف منها ان الشخص الملسم بيشتغل في اسطبل أحصنة، وكمان بيلاقي الشعار بتاع المكان وبيقرر يروح هناك بنفسه. ولما بيروح الاسطبل بيقابل مديرة المكان وبيوريها القماشة اللي لقاها في العربية وبيعرفها انه محقق خاص وبيحقق في قضية بتاعت شخص في الغالب بيشتغل عندها وكان عاوز يقتل شخص وبعدها حرق العربية بتاعته، لكن المديرة رفضت تقول له اي حاجة وفهمته انها مسؤولة عن الناس طول ما هم موجودين عندها، لكن بمجرد ما يخرجوا من المكان يعملوا اللي هم عاوزينه. ورغم ان دوايت فهم انها مش عارفة اي حاجة عن الموضوع، لكن فضل واقف بالعربية قدام الاسطبل لحد ما شاف شخص خارج منه وفضل يراقبه لحد ما وصل لبيته وشافه وهو بيتكلم مع ابنه وخمن ان هو اللي عمل كده. وتاني يوم بيراقبوا دوايت لحد ما عيلته بتمشي من البيت، وقبل ما يتحرك بالعربية بيقف وراه وبيصوب عليه المسدس وبيدخل معاه البيت وبيسأله ليه كان عاوز يقتله. وهنا بنكتشف ان الشخص ده يبقى اسمه أرماند، وكان واحد من عصابة دوايت من 25 سنة وقرر يهرب ويسيبهم من فترة طويلة، وبقى عنده أسرة وأولاد وعايش زي الناس البسيطة بعيد عن حياة العصابات. لكن لما شاف دوايت في المدينة افتكره موجود فيها علشان يقتله، وقال يتغدى بدوايت قبل ما يتعشى بيه، لكن دوايت قال له انه موجود في المدينة بالصدفة وما كانش يعرف عنه اي حاجة. واستغرب أرماند من كلامه وقال له ان بيت دفع لقاتل مأجور في السجن علشان يخلص منه، وهو كان فاكر انه جاي المدينة علشان ينتقم منهم كلهم. واتصدم دوايت لما عرف ان بيت كان عاوز يقتله وفهمه انه هيسامحه لكن بشرط واحد، وامره يبعت له كل شهر $300 لمدى الحياة كتعويض عشان حاول يقتله. واضطر أرماند يوافق علشان فهم ان ما عندوش حل تاني. وبيروح دوايت بعدها للحانة بتاعت ميتش وكان معاه بودي والاسطوانات بتاعت الغاز اللي فيها المخدرات، وبيعرفهم هيعملوا ايه وازاي هيبيعوا المخدرات في الحفلات، وبيوافقوا كلهم على كلامه. وفي نفس اليوم بالليل بيروحوا الاول حفلة هيبيعوا فيها المخدرات والموضوع بينجح معاهم،
وبيجي مجموعة من رجال العصابات وبيطلبوا منهم يمشوا من المكان لأن هم اللي مسؤولين عن بيع المخدرات فيه، لكن تايسون بيرفض وبيعرفهم إنهم بيبيعوا مخدرات في المكان اللي هم عاوزينه ومحدش هيقدر يمنعهم. وساعتها رجال العصابات بيمشوا من قدامه وبيروحوا للرئيس بتاعهم، واللي صادف انه كيل رئيس اكبر عصابة في المدينة، وكانوا بيطلقوا عليها عصابة الدراجات النارية لانهم كانوا بيتحركوا لاي مكان بالموتوسيكلات. وساعتها اتضايق منهم كيل وعرفهم انهم كان لازم يتصرفوا معاهم باي طريقة ويمنعوهم يبيعوا مخدرات في المنطقة بتاعتهم، وإلا الناس كلها مش هتعمل لهم قيمة ومفيش حد هيخاف منهم. وبيهجم عليهم بقية رجالته وبيضربوهم، وبيطلب منهم كيل يتصرفوا مع رجالة دوايت لو حاولوا يبيعوا مخدرات مرة تانية. وفي نفس الوقت ده كان دوايت بيحاول يتصل بأخته جوليا علشان تتكلم مع بنته تينا وتحاول تقنعها إنها تسامحه وترجع من تاني تتكلم معاه، لكن جوليا فهمته إن تينا مش هتوافق لأنه تخلى عنهم ورفض يتصل بيهم لمدة 18 سنة كاملة. وعرفته إن أخوه جو مريض بالسرطان والدكاترة بيقولوا إن حالته حرجة جدا. وساعتها دوايت اتضايق جدا علشان أخوه وطلب منها يجيب نفسه ويطمن عليه، لكن جوليا رفضت وفهمته إن العيلة كلها هتتضايق منه لو وصل دلوقتي، وبتقوله إنها هتبقى تطمنه على جو وبتقفل المكالمة معاه. وتاني يوم بيروح تايسون وبودي علشان يبيعوا مخدرات كالعادة، لكن المرة دي رجالة كيل بيهجموا عليهم وبيضربوهم كلهم وبياخدوا منهم الفلوس والمخدرات، وبيقعدوا كلهم بعدها في الحانة بتاعت ميتش. وبيتضايق دوايت من اللي حصل معاهم، وبيعرف ميتش من مواصفات الناس اللي هجموا على تايسون واللي معاه انهم من عصابة الدراجات النارية، وبيقرر دوايت يتصرف معاهم بنفس طريقتهم، وبيطلب من بودي انه يستدعي باولو قريب جيمي علشان يدخل الحرب معاهم. وبيتصل بأرماندو وبيطلب منه يروح معاهم هو كمان. ولما بيوصل تايسون للحانة بيتفاجئوا بأبوه وهو داخل وراه الحانة، وبيعرفوا إنه مش هيسمح له يشتغل مع رجال العصابات، لكن تايسون بيعرفوا إنه مبقاش صغير ويقدر يعمل اللي هو عاوزه. وبيتكلم دوايت معاه وبيفهمه إن تايسون بيشتغل معاه ومش بيعمل حاجة غصب عنه. ولما أبو تايسون فهم إنه مش هيقدر يمنع ابنه يروح معاهم، قرر يروح معاهم هو كمان علشان يتأكد إن ابنه هيبقى بخير. وبيخرجوا كلهم من الحانة وبيروحوا للحفلة اللي رجالة كيل موجودين فيها، وبيستنوا لما بيبيعوا معظم المخدرات اللي معاهم والحفلة بتنتهي، وبيهجموا عليهم كلهم وبيضربوهم بكل شراسة وعنف. ورغم ان العصابة كان عددها كبير، لكن دوايت واللي معاه كانوا بيساعدوا بعض وقدروا يتغلبوا عليهم كلهم في وقت قصير، وخدوا الفلوس والاسطوانات بتاعة المخدرات وخرجوا من الحرب كسبانين. وبيرجعوا بعدها كلهم للحانة، ورغم ان ارماند المفروض يدفع لدوايت $300 في الشهر، لكن دوايت قرر يديله فلوس لانه سمع كلامه وكان موجود معاه وقت محتاج له. وبيرجع دوايت بعدها للبيت وبتتصل بيه اخته جوليا، وبتعرفه ان اخوه بيحتضر وده احسن وقت يتكلم معاه قبل ما يموت. وبيفتح دوايت الكاميرا وبيبدأ كلام مع أخوه وبيعتذر له علشان ما كانش بيتكلم معاه طول الفترة اللي فاتت، وعرفه إنه بيحبه وهيفتقده جدا. وتاني يوم بيجهز دوايت وبيروح على أول طيارة لنيويورك، وبيدخل بيت أخوه وبيلاقي أخته جوليا هناك وكل عيلته وبيعزيهم في موت أخوه. وبعدها بيقف قدام النعش ومش بيتحمل يشوف أخوه ميت قدامه، وساعتها بيشوف بنته تينا وبتتصدم لما بتشوفه قدامها وبترفض تتكلم معاه. وبيخرج دوايت من البيت وبيتكلم مع جوليا عن بنته وإن نفسه يتكلم معاها، وبتنصحه جوليا يحاول مرة تانية وأكيد مع الوقت هتنسى اللي حصل وهترجع تكلمه من تاني. وبيروح دوايت بعدها الفندق في المدينة وبيتصل بيه تشيكي وهو متضايق منه علشان رجع مدينة نيويورك من غير ما يبلغه قبلها، واستغرب دوايت من كلامه وفهمه إن أخوه مات وكان لازم يحضر العزاء، لكن تشيكي فهمه إن أبوه بيت هو اللي يعتبر أخوه الوحيد، وعرفوا ان بيت مريض وموجود في المستشفى وطلب منه يحضر علشان يزوره في المستشفى. ووافق دوايت وعرفوا انه هيكون عنده اول ما يخلص اللي بيعمله. وفي الوقت ده بيدخل واحد من عصابة الدراجات النارية على اتنين من رجال الشرطة كانوا بيشتغلوا لصالح كيل، وبيعرفهم انه متضايق من دوايت واللي معاه وبيطلب منهم يتصرفوا معاهم في اقرب وقت علشان يعرفوا عنهم كل حاجة. وفعلا بينفذوا كلامه وبيوقفوا تايسون بالعربية وبيسألوه عن مكان دوايت، ولما قال لهم انه مجرد سواق رفضوا يصدقوه وقرروا يقبضوا عليه وياخدوه معاهم لمركز الشرطة من غير اي سبب. وحاول تايسون يتصل بدوايت لكن هو كان مع عيلته وما قدرش يرد على اتصالاته. وبيدخل بعدها الزنزانة وبيعرف منه الشرطي رمز التليفون بتاعه وبياخد منه رقم بودي، ولما بيعرفوا مكانه بيخطفوه وبيتكلم معاه كيل وبيحاول يعرف منه كل حاجة ومين الرئيس بتاعهم اللي طلب منهم يبيعوا مخدرات في المدينة بتاعته وكمان يضربوا رجالته. وساعتها بودي كان خايف منه جدا وفهمه انه مش عارف اي حاجة وان دوايت هو الرئيس بتاعهم وكان بينفذ كلامه مش اكتر. وساعتها كيل طلب منه يوصل رسالة لدوايت ويفهمه ان المرة اللي جاية هيقتلهم كلهم،
وبيوصل بعدها رجال الشرطة ومعاهم بودي للحانة بتاعت ميتش، وهناك بيتكلموا معاه وبيفهموه انهم هيتكلموا معاه وهيسألوه كام سؤال وبعدها هيمشوا، لكن ميتش رفض يتكلم معاهم لان الحانة بتاعته تعتبر في منطقة خارجة عن سيطرتهم. ومش بس كده، ده كمان طردهم من الحانة بتاعته وهددهم انهم لو رجعوا تاني هيتعامل معاهم وكأنهم مجرد لصوص، واستغل بودي الموقف وطلب منهم يفكوا الكلبشات بتاعته لانه مش هيرجع معاهم، واتضايق منه رجال الشرطة لكن اضطروا ينفذوا كلامه لان ميتش كان عنده حق. ومع الوقت بيتشجع دوايت وبيروح للمحل بتاع بنته تينا اللي كانت بتبيع فيه الورد، وبتتضايق اول ما بتشوفه وبترفض تتكلم معاه، لكن بيعتذر لها وبيعرفها انه ندمان لانه ما كانش بيتكلم معاها، لكن هو كان حاسس بالذنب لانه سايبها لوحدها وموجود في السجن في الوقت اللي كان لازم يبقى جنبها فيه. وساعتها وافقت تتكلم معاه لكن عرفته ان علاقتهم مش هترجع زي الاول، وخصوصا ان مايك اللي بيشتغل مع صاحبه بيت في العصابه، في مره من المرات اللي كان بيجيب لهم فيها الفلوس حاول يعتدي عليها لانه كان فاكر ان دوايت هيموت في السجن ومفيش حد هيقف قصاده. واتصدم دوايت اول ما سمع كلامها وخرج من عندها وراح للمستشفى اللي بيت بيتعالج فيها، واتكلم معاه وهو متعصب علشان يفهم لو كان عارف اللي مايك حاول يعمله مع بنته، لكن فهم انه ما كانش يعرف، وساعتها سابه وراح للمقر بتاع العصابه. واول ما دخل هجم على مايك وفضل يضرب فيه بعنف وكان هيتجنن ومش مصدق ان بنته اتاذت بسببه، وحاول تشيكي يهديه لكن دوايت كان متعصب جدا وضرب مايك ووقعه على الارض، وبعدها ضربه برجله على وشه لحد ما مات وسابهم وخرج. وتاني يوم بتجتمع ستيسي وزميلها مع واحدة من المخبرين اللي تبعهم اسمها روكسي، وكانت بتشتغل في الاستابل مع أرماند وفي نفس الوقت بتشتغل مع عصابة الدراجات النارية وبتبلغ الشرطة بكل حاجة، لأن كيل زعيم العصابة كان بيشتغل في المخدرات وكمان تجارة السلاح، وده كان أساس اهتمامهم بيه بحكم شغلهم في قسم تراخيص الأسلحة والذخيرة. وعرفتهم إن كيل اتورط في الفترة الأخيرة مع عصابة جديدة زعيمها اسمه دوايت، واتصدمت ستيسي من كلامها وحاولت تداري على كلامها علشان دوايت ما يدخلش في مشكلة، لكن زميلها كان مهتم بالموضوع وحب يعرف كل حاجة عن دوايت علشان يبلغها للمباحث الفيدرالية وتتصرف معاه بنفسها. وفي نفس الوقت ده بيكون بيت في القصر بتاعه بعد ما خرج من المستشفى، وكان بيتكلم مع ابنه بقية العصابة وهو متضايق علشان اللي مايك حاول يعمله مع بنت دوايت، لكن تشيكي كان معترض على كلامه وفهمه ان اللي دوايت عمله ما ينفعش يعدي بالساهل والا هيبقى خطر عليهم بعد كده. وساعتها بيت اتعصب عليه وضربه وعرفه ان دوايت راجل عصابات لكن عنده مبادئ، ولو كان هو زعيم العصابه مستحيل مايك يعمل اللي عمله وهو ما يعرفش. وبيروح دوايت ساعتها لبنته تينا وبيعرفها ان مايك مات بسبب اللي عمله معاها، لانه ما كانش هيقدر يسيبه عايش بعد ما عرف انه كان هيعتدي على بنته. واتصدمت تينا من كلامه وفهمته انها هتبقى في خطر بسببه، لكن دوايت اكد لها ان بيت مستحيل يأذيها ولو كان هيعمل حاجه فاكيد هيعملها معاه هو مش مع بنته، وعرفها انه بيحبها ومهما عملت هتفضل بنته اللي بيحبها ومش عاوز اي حاجه من الدنيا غير انها تبقى سعيده، واكيد هيفضل يحميها لو احتاجته في اي وقت. وبتتاثر تينا من كلامه وبتقرر تديله فرصه تانيه وتتكلم معاه زي زمان. وبيرجع دوايت بعدها لمدينة تولسا من تاني وبيتكلم معاه تايسون وبيحكي له على كل حاجة حصلت معاه، وبيروح بعدها للحانة بتاعت ميتش وبيحكي له على بقية القصة وكل حاجة حصلت مع بودي. وفي الوقت ده بتتكلم المخبرة روكسي مع أرماند وبتعرفه إن كيل طالب إنه يقابل دوايت علشان يتفاوضوا مع بعض ويوصلوا الحل للمشاكل اللي بينهم، وكان بودي ساعتها موجود في بيته وبيتفاجئ برجال الإف بي آي وهم موجودين قدام البيت، ولما بيفتح لهم الباب بيعرفوا منه مكان شغله وبيروحوا هناك وبيفتشوا في كل مكان لكن مش بيلاقوا اي حاجة. ومع الوقت بيروح دوايت ومعاه ميتش علشان يقابلوا كيل، وبيتفاجئوا بيه وهو بيتكلم معاهم وكأن المدينة كلها بتاعته والمفروض انهم ياخدوا منه الاذن قبل ما يبدأوا شغل في اي حاجة ممنوعة. وساعتها دوايت اتضايق من كلامه وكلمه بنفس طريقته وعرفه ان المدينة مش بتاعت حد فيهم، ولو عاوز يعمل اي حاجة هيعملها ومستعد للحرب مع اي حد يقف قصاده. واتصدم كيل من رد فعله لكن دوايت ما اهتمش لرأيه وسابه مشي. واستغرب ميتش من كلامه مع كيل وعرفه انه كان فاهم انهم اتقابلوا علشان التفاوض، لكن دوايت قال له انه طول عمره ما بيعرفش يكون دبلوماسي. وبيرجعوا بعدها مع بعض للحانة وبيتفاجئوا لما بيشوفوا بودي وهو داخل عليهم وبيقول لهم اللي حصل وان رجال الاف بي اي اتكلموا معاه وراحوا المحل بتاعه وخدوا كل فلوسه اللي هناك. وساعتها دوايت طلب من ميتش يجيب له فلوسه واتصدم بودي من الموقف. وهنا بنكتشف ان دوايت وصل للماركت بتاع بودي قبل المباحث الفيدرالية وخد كل الفلوس اللي هناك وساب لهم السيجار بتاعه في الخزنة، وبيفرح بودي جدا لما بيعرف ان كل فلوسه في امان لدرجة انه بيحضن دوايت وبيقعدوا كلهم وهم فرحانين لانهم بخير رغم كل اللي حصل معاهم. وبيروح دوايت بعدها للمطعم ولما مش بيلاقي الحصان اللي كان بيشوفه دايما بيسأل عليه النادلة، وبتعرفه ان القسم المسؤول عن الحيوانات خده من الشارع لانه تسبب في اكتر من حادثة خلال الفترة اللي فاتت.
وبيتضايق دوايت لانه كان بيحب الحصان، واتضايق اكتر لما البنت قالت له ان هي كمان هتضطر تسيب الشغل لان المطعم بيقلل الموظفين علشان التكلفه بقت كتير. وساعتها عرف ان اسمها سبنسر وعرض عليها تشتغل مع ارماند في اسطبل الحيوانات، وبياخدها معاه للمكان اللي موجود فيه الحصان وبيشتريه من رئيس المكان وبياخده معاه للاسطبل، وبيقول لسبنسر ان شغلها من دلوقتي انها ترعى الحصان وتحافظ عليه وهيبقى يجي يزورهم من وقت للتاني. وبتفرح سبنسر جدا لانه وفر لها فرصه عمل وكمان في المكان اللي بتحبه. وفي نفس اليوم بالليل بتوصل تينا وجوزها ايموري للبيت وبيسيبهم علشان يركن العربيه في الجراج، لكن وهو راجع بيهجم عليه تشيكي وبيضربه بعنف وبيكسر ايده لحد ما بيفقد الوعي وبيسيبه يمشي. وكان دوايت ساعتها في الحانة مع ميتش وبيعرض عليه انهم يبقوا شركاء في الحانة ويحولوها لكازينو ضخم، لكن في وسط كلامهم بيتفاجئوا بشخص بيضرب عليهم نار من بندقية خارج الحانة، وبيخرجوا الاتنين مع بعض من الباب الخلفي وبيصوبوا عليها الاسلحة وبيقتلوه في ساعتها. وهنا بيكتشفوا انه تبع عصابة الدراجات النارية وان كيل هو اللي بعته عشان يخلص منهم، وبيحفروا الاتنين في الارض الزراعية بعيد عن الحانة وبيدفنوه، وبياخدوا الجاكيت بتاعه علشان يبعتوها لكيل ويوصلوا له عن طريق الجاكيت رسالة انهم هيقتلوا اي حد هيبعتوا ليهم. وبتيجي بعدها مكالمة لدوايت من بنته تينا وبتعرفه اللي حصل مع جوزها وانها خايفة جدا وحاسة ان اللي عمل كده بيت ورجالته، لكن دوايت بيحاول يطمنها وبيفهمها انه هيتصرف، وبيعرض عليها تيجي تعيش معاه في مدينة تولسا لأنها جنبه هتبقى في أمان أكتر، وعرفته أنها هتفكر في الموضوع لما إيمور يبقى بخير. وتاني يوم بيوصل جوني المساعد بتاع تشيكي لمدينة تولسا، وبيكون تايسون مستنيه في المطار ومعاه أرماند وبيرحبوا بيه، لكن جوني بيتصدم لما بيشوف أرماند لأنه كان واحد منهم زمان لكن هرب من فترة طويلة. وساعتها أرماند فهمه أنه بقى بيشتغل مع دوايت ومفيش حد منهم هيقدر يأذيه. وفي نفس الوقت ده كيل ورجالته كانوا مستغربين ان زميلهم اللي بعتوه يقتل دوايت لسه ما وصلش لحد دلوقتي، وبيتفاجئوا بواحد منهم بيدخل بكرتونة كانت موجودة قدام المكان، واتصدموا لما فتحوا الكرتونة ولقوا فيها الجاكيت بتاعه. واللي اتصدمت اكتر ساعتها كانت روكسي لان الشخص اللي مات كان حبيبها، وبتخرج من المكان وبتتصل بستيسي وبتحكي لها على اللي حصل، وبتتصدم ستيسي هي كمان وبتطلب انها تقابلها فورا. ومع الوقت بيوصل جوني للحانة، وأول ما بيشوفه دوايت بيتكلم معاه وهو متضايق علشان كان عارف إن تشيكي هو اللي ضرب إيموري جوز بنته، لكن جوني ما كانش يعرف أي حاجة وفهم إن تشيكي عمل كده من وراهم. وبعدها قعدوا مع بعض، واتصدم جوني لما عرف إن دوايت شريك في الحانة وكمان عنده رجالة بتشتغل لحسابه رغم إنهم بعتوه لوحده لمدينة تولسا. وفي الوقت ده بتتقابل ستيسي مع روكسي وبتعرف منها اللي حصل، وبتحاول تقنعها تكمل مع العصابة لحد ما يبقى معاها دليل ضد كيل ورجالته ويخلصوا منهم كلهم وتبقى انتقمت لحبيبها اللي بعته كيل ومات بسببه. وبتتأثر روكسي بكلامها وبتوافق تكمل المهمة. وفي الليل بيتكلم جوني مع بيت وابنه تشيكي في التليفون وبيبلغهم بكل حاجة شافها في مدينة تولسا، وان دوايت بقى عنده رجالة بتشتغل لحسابه وكمان بقى شريك في حانة وقريب قوي هيبقى الملك على المدينة كلها. وعرفهم ان دوايت فاكر ان ليهم علاقة باللي حصل لجوز بنته إيموري وهيبقى صعب انهم يتفاوضوا معاه، وخصوصا انه بيتعامل كملك في المدينة وحاسس بالامان وسط رجالته. والصدمة اللي بجد ان ارماندو هو كمان طلع عايش في المدينة وبيشتغل مع دوايت واحد من رجالته. واتصدم بيت من كل الاخبار دي، واتصدم تشيكي هو كمان وحس بالتهديد من دوايت وقرر يخلص منه قبل ما يبقى خطر عليهم. وتاني يوم بتدخل روكسي للمكتب بتاع كيل قبل الميعاد اللي بيوصل فيه، وبتلاقي اللابتوب بتاعه وبتحاول تلاقي اي معلومات تساعدها في القضية، لكن فجأة بيدخل كيل المكتب وبتتصدم روكسي اول ما بتشوفه. وساعتها بيضحك كيل من الموقف وبيحاول يهون عليها وبيعرفها انه كان بيراقبها من فترة وعارف عنها كل حاجة وانها بتشتغل مع الشرطة. واتصدمت روكسي من كلامه وحاولت تخدعه وفهمته انها بتحبه وممكن تخدع الشرطة وتساعده في كل حاجة هيقولها، لكن كيل قرر يتخلص منها لانه كان عارف انها خطر عليه وخنقها من رقبتها لحد ما ماتت. وكان دوايت ساعتها في اسطبل الحصنة وبتتكلم معاه مديرة المكان وبتكون معجبة بيه جدا وبتطلب منه انهم يتقابلوا في اي مطعم ويتكلموا مع بعض، وبيوافق دوايت على طلبها لانه هو كمان كان معجب بيها. وفي الليل كانت شيكي بيساعد ابوه في الاستحمام وعرفه انه متضايق منه علشان دايما بيقول ان دوايت كان احسن منه لما كان الرئيس على العصابة، وقرر يخلص من ابوه ويسيطر على العصابة من غيره وحط وشه في المية علشان يغرقه لحد ما مات. وكان دوايت ساعتها موجود في المطعم مع مارجريت رئيسة الاسطبل وبيتكلموا مع بعض عن نفسهم وكانوا معجبين ببعض جدا. وبنشوف تشيكي بعدها وهو نازل قدام الناس في العزاء وبيمثل انه متضايق لدرجة انه حلق شعره بالكامل من الحزن على موت ابوه. ولما جوني بلغ دوايت بالخبر زعل جدا على موت صديقه بيت، لكن قال له انه مش هيحضر العزاء بتاعه لانه مش منافق
وأكيد مش هيروح العزا بتاع بيت بعد ما عرف إنه حاول يقتله وبعت له قاتل مأجور لما كان في السجن. وتاني يوم بيجتمع دوايت بميتش وبودي وجيمي وبيتفقوا إنهم هيبقوا شركاء في كل حاجة، وهيبقى عندهم كازينو كبير علشان يستخدموه في غسيل الأموال، ومفيش حد يقدر يحاسبهم، وبيوافقوا كلهم على الشراكة وبيتفقوا على كده. وساعتها دوايت طلب من جيمي إنه يجيب له ناس قوية تشتغل معاه للحراسة الشخصية لأنه هيحتاجهم الفترة اللي جاية. وبسبب اختفاء روكسي بتشك ستيسي إن كيل قتلها، وبتروح مع كل القوات وبيقبضوا على كل أفراد العصابة اللي كانوا موجودين في المقر، لكن مش بيلاقوا كيل هناك. وبيكون دوايت ساعتها موجود في الحانة وبيتصل بيه تشيكي وبيفهمه إن أبوه مات وإنه عاوز يحل الخلافات اللي بينهم ويبدأوا صفحة جديدة مع بعض. ورغم إن دوايت كان متضايق منه لكن اتأثر جدا لما تشيكي قال له إنه بيعتبره زي عمه وقرر يتحالف معاه من تاني. وبعد ما بيقفل معاه المكالمة بيتكلم تشيكي مع فينس وبيعرفه إن دوايت بلع الطعم وجه الوقت علشان يقتلوه. وبيروح بعدها دوايت للفندق وبيلاقي ستيسي في انتظاره وبتعرفه انها حاولت تساعده بطريقة غير مباشرة وراحت مع القوات للمكان بتاع عصابة الدراجات النارية، لكن للأسف كيل ما كانش موجود هناك. وفي وسط كلامهم مع بعض ستيسي بتشوف كيل وهو بيصوب سلاحه على دوايت وبتنقذه وبيضربوا على بعض نار، وبيموت المساعد بتاع كيل وبتتصاب ستيسي في بطنها وبيهرب كيل من قدامهم. وبيتصاب دوايت من الموقف، وخصوصا لما بتيجي الشرطة وبتعرف ان ستيسي كانت معاه وعلى علاقة بيه، وبيروح معاهم لمركز الشرطة وبيحققوا معاه لوقت طويل، لكن دوايت كان بيرفض يتكلم لحد ما وصل محامي بعته تايسون علشان يساعد دوايت، وساعتها الشرطة بتفرج عنه علشان ما كانش فيه أي تهمة ضده. وبيروح دوايت بعدها للمستشفى علشان يشكر ستيسي لأنها انقذت حياته ووعدها إنه هيعرف مكان كيل قريب قوي وهيقتله علشان ينتقم منه، لكن ستيسي فهمته انه مش هيقدر يوصله لانه معاه فلوس كتير جدا وكلها موجوده في حسابه في البنك، والشرطه معاها اللابتوب بتاعه اللي فيه كل الحسابات بتاعته. وكلمته وهي متضايقه علشان اكيد هتتفصل من شغلها بعد ما يعرفوا انها كانت على علاقه بمجرم خطير زي دوايت. وبيحاول دوايت يهون عليها وبيعرفها انه هيعوضها وهيدي لها مبلغ كبير علشان تستخدمه كمعاش ليها بعد ما تتفصل من شغلها. وبيكون تشيكي موجود في فندق في مدينه تولسا علشان يخلص من دوايت بنفسه، وكان معاه فينس وجوني، لكن بيتفاجئوا بدوايت وهو داخل عليهم ومعاه أرماندو وتايسون. وبيتكلم مع تشيكي وبيفهمه انه ما كانش ينفع يدخل المدينة بتاعته من غير اذنه علشان ساعتها هيعتبره تهديد وهيقتله فورا. وحاول تشيكي يعمل مشكلة معاه لكن دوايت شاور على رجالته اللي موجودين في كل مكان حواليهم وعرفوا انهم هيوصلوه بنفسهم للمطار وهيمشي من المدينة ومش هيرجع تاني ابدا وإلا هيقتله، ولانه كان بيحب جوني زي اخوه فعرض عليه انه يشتغل معاه ويبطل شغل مع تشيكي. وساعتها جوني وافق فورا لما فهم ان دوايت بقى اقوى بكتير من الاول ويقدر يسيطر على تشيكي بسهوله. وبيجتمع دوايت بعدها في الحانه بكل افراد العصابه بتاعته وبيقول لهم على الفلوس الكتير اللي عرف من ستيسي انها مع كيل، وانه قرر يسرق كل فلوسه قبل ما الشرطه تقبض عليه وتتحفظ على الفلوس بتاعته. وبدا يقول خطاب عظيم قدامهم وفهمهم ان الدنيا مش بتساعد الشخص اللي بيفضل يقول انا عاوز انا عاوز، لكن بتساعد الشخص اللي بيتحرك من مكانه وبيقاوم بكل قوته لحد ما يوصل للي هو عاوزه. وبيروح بعدها مع تايسون لبيت بودي لأنه كان بيفهم في البرمجة وبيطلب منه يهكر اللابتوب بتاع كيل ويحول كل الفلوس من حسابه لحسابهم. وبيوافق بودي وفعلا بيقدر يحول 8 مليون دولار كاملين من حساب كيل لحسابهم الشخصي. وبيتصدم كيل لما بيعرف اللي حصل وبيرمي اللابتوب على الأرض وكان هيتجنن. وبعدها بيوصل ظرف لستيسي موجود فيه فلاش أو جواب من دوايت بيقول لها فيه إنه نفذ وعده ليها وعوضها عن الوظيفة اللي خسرتها بسببه. ولما بتحط الفلاش على اللابتوب بتاعها بتتفاجئ إنه حول لحسابها مليون دولار. وفي نفس اليوم بالليل بيكون دوايت ورجالته موجودين في الحانة مع ميتش وبيسمعوا صوت الدراجات النارية وبيعرفوا إن كيل والعصابة بتاعته وصلوا عندهم وبيستعدوا كلهم للحرب. وأول ما بيدخل كيل واللي معاه بيطلع دوايت ورجالته من ورا البار وبيضربوا عليهم نار وبيقتلوا عدد كبير منهم، لكن عصابة كيل كانوا أكتر منهم وانتشروا في كل مكان ودارت حرب شرسة بينهم. وفي النهاية قدر دوايت إنه يمسك كيل وفضل يضربه بعنف وبعدها صوب المسدس على راسه وقتله في ساعتها. وبعد شهر بنشوف دوايت وهو موجود في اسطبل الحصنة مع بنته وأحفاده، وبنلاحظ إن علاقته ببنته بقت كويسة جدا وإنها قررت تزوره أخيرا علشان تتأكد لو كانت هتقدر تعيش في سلام معاه ولا هيبقى صعب عليها. وبتيجي ماركريت وبيعرفها دوايت على تينا وبعدها بيقول لها إن افتتاح الكازينو بتاعه هيكون النهاردة وبيطلب منها تحضر الافتتاح. وبيكونوا كلهم مبسوطين وبيركب دوايت الحصان قدام أحفاده وكان مبسوط معاهم هو كمان.
وفي نفس اليوم ده بتخرج ستيسي من المستشفى وبتتكلم مع القادة بتوعها وبيعرفوها إن عندها فرصة ترجع الشغل من تاني، وفي المقابل تسلمهم دوايت متلبس بقضية علشان يخلصوا منه هو كمان. وبيجي وقت الافتتاح وبيغني ميتش على المسرح قدام كل الناس، وبعدها بيتكلم معاهم وبيقول لهم إن الفضل في كل حاجة وصلوا لها يرجع لدوايت، لأنه أكتر شخص ساعدهم ووقف معاهم لحد ما قدروا يحققوا أحلامهم اللي كانوا فاكرين إنها مستحيلة. وبيتكلم واحد منهم مع دوايت وبيعرفه ان في واحده مستنياه بره الكازينو، وبيستغرب دوايت، ولما بيخرج بيفرح ان ستيسي وصلت بنفسها علشان تحتفل معاه بالافتتاح، وبيتفاجئ بعربيات الشرطه وهي بتقرب، وبينزل منها مجموعه كبيره وبيتكلم معاه الرئيس بتاعها وبيوريه الفلاشه اللي اداها لستيسي وعرفه انه مطلوب القبض عليه لانه حاول يرشي شرطيه. واتصدم دوايت من الخبر وفهم ان ستيسي قررت تضحي بيه علشان تقدر ترجع شغلها، وركب معاهم العربية وهو مش مصدق اللي هي عملته رغم انه كان بيساعدها. وبتيجي تينا وبتسأله عن اللي بيحصل، لكن دوايت بيعتذر لها وبيعرفها ان الثقة بالناس ممكن تكلفك حياتك. وانتهى الموسم الاول من المسلسل، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الافلام يشترك ويفعل الجرس، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس علشان هتلاقوا عليها افلام من الاخر جاية من المريخ عليك على طول. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، اشترك وسيب الباقي علينا.